متابعيني. بس حبيت أوضح بهذا الفيديو عن معلومات وصور انتشرت بالسوشيال ميديا. المعلومات ما صدرت مني، معلومات مغلوطة غير صحيحة. أي معلومة ممكن تصدر مني عن طريق حسابي هنا بالإنستغرام، هذا حسابي الوحيد بالإنستغرام. وبالمناسبة حبيت أبارك أبو أولادي وزوجة الفنانة أصالة ألف ألف مبروك، أتمنى لهم كل الخير. بالنسبة لموضوع الطلاق، تداولوا كثير على السوشيال ميديا معلومات أيضا مو صحيحة. إحنا مطلقين من فترة مو قصيرة، بس حبيت أوضح هذا الشيء. شكرا شكرا لكم هوايا.